فيما يخص بالنهضة العربية والسبل الموصلة إليها، رغم جميع التشككات والإحباطات، أعتقد أننا نسير في طريق النهضة. النهضة حققنا. يجب أن يتنازل الكبار شيئا من كبريائهم. نحن أحيانا نقول عصرنا الذي كان شباب اليوم كله ضائع وكله ما يعرفش. لا، لكل عصر منطقه ولكل عصر معطياته. أنا أعتقد أن الوضع في العالم العربي اليوم لا يصل بالنسبة لي إلى 1% مما ينبغي أن يكون. أيوة. لكن هذه 1% إذا قسناها بالمقارنة وبالزمان سنجدها أحسن 100% مما كنا عليه 50 أو 150 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. يعني يجب أن نكون في نفس الوقت طموحين، لكن أيضا نراعي النسبية، والحياة البشرية حياة نسبية، ما فيش عمل إنساني على خط مستقيم. لا، في عثرات الأنبياء أنفسهم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ذاق النصر وذاق الهزيمة في معاركه وغزواته. فإذا كان هذا هو ما جرى له، فلماذا نحن يضيق بنا الزمان ويضيق بنا الدنيا إذا لم نحقق أحلامنا؟ أنا أعتقد مشكلتنا هو أننا أحيانا نحلم ونعتقد أن الواقع والحلم شيء واحد. لا، الواقع شيء والحلم شيء واحد. يجب أن نحلم، ولكن يجب أيضا أن نفرق ما بين الحلم والواقع، وألا نقلب الواقع كله أرضية سوداء لأننا لم نحقق أحلامنا. لا.